جينا عاوتاني باش نكملوا الفيديو ديالنا. اليوم غادي نحاولوا نبدلوا الهارد ديسك ديال بلاي ستيشن 4 البرو. نبداو على بركة الله. هارد ديسك او ديسك دور درجة الحرارة ديالو مرتفعة، تنحس بيه سخون بزاف. هذا هو اللي خلى هاد المشكل يطرا من حجم 1 تيرا. وغادي نبدلوه بواحد اخر خوه 1 تيرا تا هو. رجعت لكم باش نقادو التسخير ديالنا. ديما نتكيسو لانه اصلا داير بحال البيضه، متزلحوه ما والو. كل زدحه صغيره تقدر تاثر عليه. هي حقيقه ملي تيكون انك تزدحو هو طافي كتكون نسبة الاصابة ديالو طفيفة مقارنة بهو خدام. لهذا كنوصيكم ديما ما تحيدوش البريز اي جهاز كيف ما كان النوع ديالو، راه كيتسبب لكم في التلف او لا فقدان صلاحيه بعض قطع الغيار الداخل. مشينا دابا حاليا مع الهارد ديسك هذا، دونك حنا سالت المهمه ديالنا غادي نحاولوا نركبوه. طريقه سهله وبسيطه هكذا نركبناه. دونك هنا ركبنا بالطريقة هذه. مزيان. دابا من بعد ما بدلنا الهارد ديسك غادي ننتقلوا للعملية ديال إعادة، نعاودو نانستاليو الميزاجور للديسك دور البي سي. وغادي نمشيو للموقع ديال بلاي ستيشن ونقول ليه كونسول وانستالاسيون، نضغطو عليها ونتسناو. هو فيه 1 جيجا، ما تهمش فيه 1 جيجا، ولكن تهم حنا غادي نديرو المحاولة الثانية واش غادا تنجح ولا لا. الى ما نجحتش المحاولة الثانية دونك كيلتزم ان يلتزم عندنا اننا خصنا نغيرو الهارد ديسك، لان اصلا الهارد ديسك فيه مشكل. ولهذا
هذا كان وصي من هذه النقطة، هذه كان وصي الناس اللي يديري الفلاش ما يدخلوش الكونيكسو بصفة عامة، تيلقاو ليها شي حل 100% بحال البلايستيشن 3، ما كاينش شي حاجة مؤكدة الى حد اللحظة. نعرفوا شي حاجة، انا نعلمكم، انا نتيستي وانا نعلمكم، ما كاينش المشكل. هي دابا حاليا كل شيء باقي متخوف من الشركة لا تدير ميزاجور ولا شي طريقة اللي تخلي الانسان انه يتحق ليه البلاي او اللي مهم عند الرباحية باش ان لي كونسول يخرجوا ليها. بعض الاخوة الله يهديهم باغين يخدموا كل شيء غراتوي، باغي يعصر وتكون يقطع ويلعب اونلاين فابور، هادشي ضرب من المستحيل لان الجهاز باقي جديد. من بعد ما حملناه نديرو ليه كوبي وغادي نمشيو نلوحوه في الكلي ديالنا، نقوليو ونحاولوا نهزو هذا من هنا وغادي نرجعوه باش نقدروا نحتاجوه من بعد، ولكن المهم ما نستغناوش عليه، ونحاولوا نسخو الاسم ديالو هو اللي غادي نديروه لهذا بما يكمل النسخ ديالو. والالعاب مازال كتشارجا في الانترنت، مازال يخرج بزاف ديال الالعاب، الانسان يصبر شويه. شويه الصبر ان شاء الله كلشي يكون وحدك. وما شخصيا كنتسنى واحد اللعبه مازال ما حطوهاش في الانترنت، كنتسنى فارغ الصبر. والفلاش راه جاز لوز مزيان ستابل، مكاينش فيه شي مشاكل، ماشي بحال 755. انا ما كنفرضش على اي واحد انه يديرو، ولكن من لحد اللحظة باقي الاستقرار ديالو كيعجب الناس مقارنة ب 755. من بعد ما كملينا الدوسي نعاودو نسميو باش تعرف عليه البلاي. بعد ما سميناه عندنا هذا ميزاجور وهذا كيريباري او كيصلح الملفات المعطوبة. حسنا الان غادي نمشيو اسيدي باش نطلقو البلاي كما شفتو ونرجعو للبلاي، نشعلو البلاي نبرونشيو المايطة، نبرونشيو الكلي ونشوفو ردة الفعل ديال الجهاز على الهارد ديسك الجديد. طلبنا الضغط على زر سوني، ندخلو السوفتوير نقول ليه راه كاين، شنو غيدير. نتسناو بعد ثواني معدودة، شوفو ردة الفعل ديالو، الاستجابة ديالو واش غتكون سريعة ولا بطيئة. ولات
كتقطعو وتشعل. في هذه المرحلة خلينا الدوسي الكبير ديال سوني اللي فيه كيريباري او كيصلح الملفات المعضوبة، غادي نتيستيو به ونشوفو واش غتكون شي نتيجة ايجابية. انا كنظن غالب الامر خاصو يكون هو. دونك هنا عطاني واش تمسح كلشي. ايه تمسح كلشي سيدي، قولي نعم. شفتو العملية دازت بسلاسة، يعني قبيلة كانت توقف لينا في 99%، حاليا نكملها وبريباري دابا تيحاول يقاد الميزاجور ديال السيستيم سوفتوير. ونتسناو العملية باش تفورماطي. هي دابا حاليا شنو كدير الديسك دور، كتدخل ملي كتدخلو وكيشعل تيعرفو النظام ديال بلاي ستيشن 4 بان هاد الهارد ديسك جديد عليها. يعني معرفناش واش نقول، معرفتوش انا واش مفورماطي بال ان تي اف اس او لا بالفاترون 2 او الاو اكس فاكت. فهاد المرحلة هو تيحاول يعاود التهيئة ديالو، يفورماطيه بالنظام اللي خدام به الجهاز، ويحاول يحط لي دوني ديالو، يفرق الملفات ويسطب النظام ديالو باش من يطفى ويشعل يخدم كيفما شفتو. دابا حاليا حنا وصلنا للمرحلة الموالية. والعملية الحمد لله في تقدم ملحوظ، يعني حاليا كي انستالي الميساجور اوبدات فايل من فات كيفما شفنا. هاد المرحلة بالضبط عندكم اطفالكم البلاي، راه الا طفال البلاي راه ما نقدرش نقولك شنو غادي يطرا فيه. يقدر تضرب السيستم، تقدر تضرب الكارت مير، تقدر اي حاجة ممكن توقع في هاد المرحلة هادي. هاد العملية شبيهة بالعملية ديال انك تتحدث او لك تطلع الميزاجور البيوس ديال البي سي. عارفين الشركات كلهم تيعرفوا هذه المرحله ممكن تقطع الضوء على غفله ولا شي حاجه، وتيحاولوا ما امكن انهم يواكبوا هذه المشاكل هذه. ولكن انت ماشي غير تسمع بانهم تيحاولوا يواكبوها، نوض انت ديرها عنوه باش تشوف السيستم واش بصح غادي يكمل ولا ما يكملش. بالعكس يقدر اصلا يوصل لواحد المكان في تسطيب الملفات او لا فانستالاسيون ديال الملفات في الديسك دور ولا في السيستيم ديالو في البيوس، ولا يعني يقدر توصل لواحد المرحله اولا واحد الملف مخصوص وتقطع فيه الضوء، هذاك يقدر يضرب لك كلشي، يقدر يحرق كارت مير، يقدر يضرب البروسيسور، يقدر من بعد يقدر يخدم البلاي ماشي ما يخدمش، ولكن غتولي تعاني من واحد الناحيه ديال انك ممكن يولي البروسيسور سي بي يو يسخن بزاف، جي بي يو تاهو يقدر يسخن بزاف، يوليو مشاكل لا حصر لها من ديفو بسيط، من مشكل بسيط انك قطعتي الضوء في هذه المرحله هذه. لهذا رجاء كنوصيكم ونحاول نوصيكم ملي يكون الميزاجور ديال اي جهاز كيف ما كان النوع ديالو، سواء تليفون سواء بي سي سواء بلاي ستيشن سواء الاكس بوكس، كيف ما كان النوع ديال الجهاز في المرحله ديال التحديث الميزاجور او الاوبدات، ما تطفيش وما تقطعش الضوء عليه، خليه يكمل تي انستالي المسائل ديالو بكاده، وديك الساعات يمكن لك انت تقطع عليه الضوء ولا تطفيه ولا تبر راسك. اللي فات الفوت
مثلا الا كنتي كتلعب بحالك لو حسيتي بان الميساجور طالع او كتانستالا صافي ما عندك ما كاين لاش تمشي تقول حقا غادي نحيد البريز حقا لا هو صافي قبل ما انستالي تيحط الملفات ديالو واجدين ناضيين يعني باش انت تحاول تقول لا غادي ندارك الموقف ما يبدا الانستالاسيون فكره غلطه شو العمليه قلت لكم راه المشكل كاين في الهارد ديسك ملي غيرناه الحمد لله لي زيطاب هما كيدوزو واحد بواحد يطفى البلاي ويعاود يشعل ان شاء الله ويدخل البلاي عادي خدام صامرش بيان هو مولاه ما نقدرش نقول ليه واش هاد البلاي هذا يقدر يصبر ليه ولا غادي يبقى يعاني معاه هو وزهرو واخيرا ظهر شعار سوني حين بعد ما وصلنا هذه المرحله هذه غادي نذكر كلي نحيدوها بداكين باش ما يبقاش شي مشاكل باش تكون المسائل مضمونه ومضبوطه دونك كاينه العربيه نمشيو للنظام اللغه ديال الام تخطي لندن لندن سكون كازابلانكا الجزائر الدار البيضاء ما عندناش المشكل 21/12/120 التاريخ هو هذاك ماشي مشكل دوز التأكيد والمتابعة وافق اقبل بدا الان والحمد لله البلاي ديالنا خدام سامارش بيان انطلقوا ليه الصوت ديالو كيف ما سمعتو راه خدام تندخلو ليه اخيرا البلاي رجعت فيها الروح بعد ما كان متوقف على العمل غادي نتيستي واحد السيديا ديال انشارتد باش نشوف المسائل واش مضبوطة هي هاديك كيف ما شفتو نهايته لص انه لص يا سادة استوى وما تنساوش الخوت دعمونا بالضغط على زر لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل حاجة جديدة عربيك سبوكن اسيدي كونتيني بغينا نشوفو الجيم هكذا مزيانة ستوري ستوري سير نيو جيم
ديال انستالاسيون ديال الجيم. ظرف 4 دقائق بزاف. الله يعز الباكاج. كتانستالي كتزيد الميزاجور كتقاد المسائل ناضية بحال مثلا هذا اللي عطيناه، لا طلقنا ليه الكونيكسيون غيطلب ميزاجور ويطلب بزاف ديال الروينه، غتولي تريح واحد الساعه د المكانه اخرى باش تانستالي ولا باش تيستي الجيم. لكن الحمد لله دابا هاد البلاي هذا وقع فيه عطب ديال انه وصل الميزاجور، هما اللي بغاو يوقف الميزاجور او التحديث او الابدات ديال الفريموير ديال البلاي ستيشن 4 ناض او قام بنزع الكابل، يعني حيد الكابل ديال الضو باش يحاول يلغي التحديث. هو النية ديالو انه زعما كان غيوقف الميزاجور، ولكن بالعكس وزاد خبلها. كان اللي ما يوقفش ديك الساعه اللي طلع عطاه او لما كانش عليه اصلا يطلق الكونيكسيون. حنا بغينا نشوفو غير البدايه بان ما يوقع شي عطاب ولا شي حاجه، نشوفو الجي بي يو كيفاش يخدم الكاتيغرافيك ونكيديو الفيديو. وياخد وقت هادشي هذا صراحة، 3 دقايق ما سهلاش. ونستناوه ما عندناش مشكل، المهم العملية اللي قمنا بها تمت بنجاح. الا بغيتي تبدل الهارد ديسك او الديسك دور كتيليشارجي الفيشي اللي فيه 1 جيجا ديال الريباراسيون ديال لي دوني ديال بلاي ستيشن 4، وكتحيد الديسك دور القديم وكتركب الجديد. هادشي وانت طافي البلاي عندكم تكونوا مشعلينو، من اللي كتبدل كترجع السيستم كيف ما هو الميكانيك، يعني بالنسبه للديفيسات وبالنسبه للغطاء الخاص بالهارد ديسك كترجعه في المكان ديالو. وديك الساعة كتبرونشي كابليات ديال الضو، واحد كابلي ديال الضو والـ HDMI، وكتشعل البلاي وكتكون ديجا مديليشارجي الفيشي اللي فيه 1 جيجا وتفورماطي أسيدي الكلي، تفورماطيها بالفاترون 2 وكتكري فيها دوسي في PS4 أو PS4. من مورا كتكري من كتدخل الدوسي أو المجلد ديال بلاي ستيشن 4 PS4 كتكري ملف واحد اخر كتسميه اوبدات، ومن بعد داك الملف كتدخل كتحط فيه الباكاج او السوفتوير اللي فيه 1 جيجا، كتحيد الكلي من البي سي وكتبرونشيها في البلاي. ان فوا تشعل البلاي كتمشي للسيف مود اوتوماتيكمون، هي كتمشي للسيف مود. من بعد المرحله ديال السيف مود كيطلب لك التحديث ديال اخر فيرجن الخاص بالبلاي اللي كان فيه، حيت هو ما تيعلمش على الغيب انك ما طلقتيش لي كونيكسيون. كانت 7.55 كيقول لك عطيني ديال 7.55، كان ديال 9 تيقول عطيني ديال 9، كان ديال 9.3 كيعطيه 9.3. وفي هذه المرحلة هذه كيتم التسطيب ديال الهارد ديسك بسلاسة، يعني ما كتلقاش فيها شي مشكل، وكتلقى الامور ديالك غادي مقاده ناضيه كيف ما شفتوا معنا في هذا الفيديو هذا شرح تطبيقي. والحمد لله هي الجيم هي بدات كتلوضا وما كاين حتى شي مشكل. وكنعاود ننوه على النصيحه ديال انك ما تحيدش الكابلي ديال الضو
ملي تشوف الميزاجور كتانستالا ان فوا توصل شي تبدا تقول 1% تقول لا غادي نعتقها في 1% راه بشار اللي طلع طاح بلا ما تحيد الكابلي بغيت تصمت ديما تكون تفرج مع راسك. الحمد لله نسمعوا الصوت ديال الدبلاجة فريدة من النوع ديالها. سار أين أنت يا سار؟ نايت. هذا سيء حقا. على أي قول بخدم مزيان مهم. الجهاز دام على ما يرام. خيار الطاقة نديرو ليه إعادة تشغيل ونشوفو هاد الجهاز هذا واش ما يوقع فيه شي مشكل. من بعد ما طفى قاعد يشعل راسو. كيف مشو بلاي خدام بسلاسة. مرحبا بك مرة أخرى جيم أوكسر. سير حصول على ما عنديش كونيكسو حاليا لكن نقدر ندير له حلقة خاصة. الحمد لله كيف مشو بلاي خدام على أحسن ما يرام. نمشيو نشوفو السوفتوير ديالو فين واصل او لا الفريموير النظام معلومات النظام سود فاصلة 0.3 الى هنا الخوت وصلنا لنهاية الحلقة ديالنا. اتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. كان معكم الجيم اوكسر وما تنسوش خبطوا معكم ديك لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس الى عجبكم المحتوى بطبيعة الحال. ما عجبكمش مرحبا بكم في الاستضافة او في الوقت اللي زرتونا فيه. دمتم في رعاية الله والى اللقاء في حلقة جديدة ان شاء الله.